سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، بقول لحضرتك منورة حفل التكريم النهاردة. الله يخليك، أهلا. عايز أعرف بقى إحساسك وزميل العمر عبد الرحمن أبو زهرة بيتكرم النهاردة. والله إحساسي طبعا سعيدة، لكن عبد الرحمن أبو زهرة كان لازم يتكرم من 20 سنة. صحيح. يعني التكريم ده متأخر، وده عتاب مني للقائمين، لأن هم كرموا ناس كتير جدا كان يعني يسبقهم عبد الرحمن أبو زهرة، لكن أنا سعيدة بيه جدا جدا، وسعيدة بتكريمه ولو أنه متأخر. هو بيشبه حضرتك في حاجات كتير، منها أنه المسرح بالنسبة له رقم واحد وهو المملكة الحقيقية. فتقولي طبعا يعني هو ابن المسرح، يعني احنا ما نعرفش الا المسرح والروافد الاخرى مكمله، لكن الاصل هو المسرح. اشتغلتوا مع بعض طبعا؟ اشتغلنا كتير مع بعض. كم عمل تقريبا؟ يعني تقريبا يمكن 10 اعمال. ايه العمل اللي ما تنسوش ابدا؟ لا كله لا كله، يعني الفتى مهران والاشجار تموت واقفه والسبنسة وسكه السلامه، يعني اعمال كتير. أكتر عمل بتحب تتفرج عليه للفنان عبد الرحمن أبو زهرة؟ كله، لأنه كله أعمال منتقى، وكل أعمال يعني جميلة ودسمة وبتقول حاجة للإنسان عموما. تكريم حسين رياض مع عبد الرحمن أبو زهرة مع حفظ الألقاب، شايفة دلالة ده إيه؟ أنا والله ليا رأي، لأن كل واحد يتكرم لوحده. الراحلين لازم يتعمل لهم ليلة لأربع راحلين ونحتفي بيهم، والأحياء لازم ياخدوا حقهم، ده رأيي الشخصي يعني. طيب قولي لي، حسين رياض أكيد برضو اشتغلتي معاه؟ اشتغلت معاه، اشتغلنا المومس الفاضلة واشتغلنا أعمال كتير، يعني الذاكرة مش ملحقاها، لكن عملنا في التلفزيون عمل كبير اسمه خيال المآتم، عملنا سوا. علمتي منه ايه يا فندم؟ يعني اتعلمنا من الاساتذه دول الالتزام واحترام العمل واحترام الزملاء واحترام الكبير واحترام الاساتذه، يعني اتعلمنا منهم حاجات كتير هي اللي عملتنا لغايه دلوقتي. وحشتينا جدا، عايزين نشوفك قريب بقى في عمل فني جديد. والله لما تتفتح نفسي للاعمال الفنيه، الاعمال الفنيه دلوقتي ما فتحتش نفسي لغاية دلوقتي، يعني ما أثرتش شهيتي، لما يحصل هيحصل.